روى الترمذي بسند صحيح عن أبي سعيد قال: استأذن أبو موسى على عمر فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ قال عمر: واحدة. ثم سكت ساعة ثم قال: السلام عليكم، أأدخل؟ قال عمر ثنتان. ثم سكت ساعة فقال: السلام عليكم، أأدخل؟ فقال عمر ثلاث. ثم رجع فقال عمر للبواب: ما صنع؟ قال: رجع. قال: علي به. فلما جاءه قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال: السنة. قال: السنة؟ والله لتأتيني على هذا ببرهان أو ببينة أو لأفعلن بك. قال: فأتانا ونحن رفقة من الأنصار، فقال: يا معشر الأنصار، ألستم أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع؟